أنا إلى الخلف؟ إيه. أتقصد أن كل ما بنيناه ذهب عن راج الرياح؟ إيه عمو ما تزعمش علينا، الناس ما خلاوها، قالك اللي يبني ويري بساسه من الدي. الله. يبدو أن أحفادنا لم يحفظوا شرف الأمانة. علاك كش ما خليت لنا عمو؟ أسمع. ديري الخير حشيش ديري كمية طعام حبيتي تسمي ديالك في السجن. معذرة يا سيدي، لكني لست من أعتني بالسجناء. هيا سيبو هاي، ما في حتى بروبلم. هيا سيبو سي با غراف، هاي نورمال. مسرورة جدا لرؤيتك حرا طليقة، لكن ما اسمك؟ هارون الرشيدي. هل أنت متأكد يا مولاي؟ هل تشكك في كلامي يا وزير؟ مثلة مثلة مولاي. عمو شكون هذا؟ تبان باللي حقر هو اللي رماني في الحبس. هذا رئيس وزرائنا. وهادو ما قاع يخدموا عندك عمو، عندك بيرسونال كبير الله يبارك. هؤلاء هم رجال المقربين وهم حاشية. هذا عالمنا الجليل المختص في علم البحار ومستشار خاص في التخطيط الحربي، إنه الإدريسي. صح. أما هذا طبيبنا الفذ ابن سينا. أما هذا فابن خلدون. من لا يعرف ابن خلدون؟ مؤسس علم الاجتماع، وهو بصدد التحضير لمؤلف ضخم أظن سميته المقدمة. هو كذلك مولاي. هل انتهيت منه؟ ليس بعد مولاي. وهذا الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. إنه أكبر شعراء زمانه. باين المتنبي. الله غير باين متنبي. يا صحة تفكرتك، تعرف انت اللي صابوتتني في البيض متنبي وخدتني. درنا واحد البيت ساعك هذيك، انا من نظر الاعمى الى ادبي، قلنا شغل حللها ودا هلكتنا يا صاحبي. ماشي انا عيطه غاشي، هذيك كادوا شغل يسمعوا بهم انت والله والو. كيما الاخرين لاباس، الادريسي سمعوا عليك واحد الليسي هايل. اوا روعه كبير من خلدون، ارموا عليك واحد القاعه كبيره تاع الحفلات غير الشطيح والرديح. واش نقول لك ما تفهم والو. الرقيس يا الرقيس. الزهو العام. هذا ابن سينا فرماسيان اغوغو قام سمين ابن سينا. كاين بزاف بارتي. بصح انت متنبي تسمح لي، انت صات لك حفر القبور، حفرت قبور الناس انت ما لقيتش لي دفنك، انت مولي كبير ابن سيناك. قل لي يا حفيدي. واش عمو؟ اريد منك استفسارا، كيف تنظر الأجيال المتعاقبة المنحدرة من النسب إلى شخصي وإلى منجزاتي وما ساهمت به في إرساء دعائم هذه الإمبراطورية الإسلامية التي لا تغيب عنها الشمس؟ والله يا عمو غير مانيش حاب نطيح لك المورال قدام البيرسونال تاعك، ومانيش حاب نحرقك. مي دار عليك واحد الفين في 30 حرقة، فرشوك واحد الفرشة فورقة وانت تموت في الحلقة 27، والفيلم هذا يجوز في رمضان عالزوج واحد ما يشوفه. مسلسل مسلسل مسلسل. يقول مسلسل. مسلسل مسلسل جس باتيري. مسلسل مسلسل. أعتقد أن أحفادنا يعانون من المجاعة هناك. أرأيت كيف يأكل بشراهة؟ أجل يا مولاي، إنهم لا يشبعون. أخشى ما أخشاه يا وزير. نعم يا مولاي، أنهم سيتخلون عن غذاء العقل.
لم تترك شيء؟ هل أرهقك السفر إلى هذا الحد؟ والله ما نكذب عليك، جيت ميت بالشر. جعت وبعيدة الدعوة مزيان ما جيت شابي. والله كنت نهرس كلش. استريح قليلا. قولي لي ما كعطيها الصحة على الجوازات اللي درت منه. شفت الطعم هذا؟ والله غني كترت منه. لك الصحة. صح قدرت شيء تبلي السطر. أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. مما تشكو يا بني؟ أنا راح نموت أنا خلاص يا أبا. أنا شكيت مطعم البارح عمو ما كانش مدهم لعب بزيت الزيتون وماشي مفور راه ماشي معاود. نعرف نحس الحريق في الاستومة. حريق يا مولاي في بطني. لا تهتم بهذا يعني فهو دائما يمزح. إن ابن سينا عالم جليل وطبيب ماهر سيكشف عنك ويعطيك الدواء المناسب. كتشوف لي كاش عفسة في بلاست المالوك شو شو راجي لي غير هاد الحريق هذا أنا حنموت. اطمئن يا بني لقد مرت علي حالات مماثلة وعالجتها دواءك عندي إن شاء الله. بالمناسبة يا ابن سينا هل فكرت في تجهيز نفسك بالاهتمام بصحة مرضانا؟ فأنت تعلم أننا مقبلون على حرب ضروس ونحتاج إلى طبيب ماهر مثلك يسهر على صحة جرحانا. يا ابن سينا. معذرة يا مولاي إن حالة حفيدك هذا تهمني كثيرا. أما يهمك والو يا ابن سينا أنا دوك هكذا سويعة ولا زوج ونقز نورمال. على بالك احنا عندنا في النعجة يديروا ليكوغرافي ليستوما تروش لك الكبدة قادرة تغبز لك عبا قاوش صاري لداخل. تاخد رأيي سي لوكازيون باش تافونسي شوية في لي ريشيرش تاعك. اختك مادة البريكول هادو عمو في القيرة هادي يموتوا في الحرب يموتوا عندكم بالسيف. جيب زول ولا ثلاثة قطع لوطوبسي حل هو هايلة اضرب تحويزة لداخل شو واش كاين. تقصد فتحة بطن انسان؟ هي بدات هو حاجة فور. ها هو دواءك. بارك الله فيك. وش حنا شرفنا ما دير ليش راك دايا ثلاثة ولا وبلا اردونوس يا ابن سينا صاروا مارك سيفريا مي في وقتنا الاردونوس ما يصلحش تشريه برك. وما تنساش واش قلت لك جيب جندي وفتح له كرشو ما تندمش عليها. السلام عليكم يا ابن سينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح بطن إنسان. سيدي الوزير. نعم إن جنودهم يعسكرون في كل مكان في هذه القلعة يا سيدي. هنا وهنا وهناك. من الأفضل أن نهاجمهم بحرا لكي نفاجئهم يا سيد الوزير. ما رأيك؟ لا أشاطرك الرأي. سوف نهجم برا. لا تنسى أننا نملك عتادا وجنودا لا يشق لهم غبار. هذه القلعة منيعة ولكي نحكم حصارنا عليها ويسهل علينا تجاوز أسوارها فالصواب أن نهجم بحرا يا سيدي. لا أشاطرك في الأمر قلت لك. ما هذا الخلاف الناشب بينكما؟ مولاي سلام عليكم. تكلم. كانت لدي فكرة يا سيدي. مولاي الإدريسي يريد أن نهجم من البحر وإذا هاج البحر وأغرق جميع سفننا ماذا نفعل؟ ولكن يا مولاي رحلة الشتاء تحاصرها الثلوج والرياح وهكذا جنودك يموتون في الجبال يا مولاي. أنا أحسم في الأمر. لابد أن يكون العلم في خدمة الخطة والخطة تأخذ من العلم. أيا اسمح لي عمو أنا بيك تفهمني برك فاش وصاري في هاد التشربيك هذا بس كاد البريكول شوية بعيد علي أنا فهمني باش نركب هذا ما كان. الخلاف بسيط يا بني. عالمنا الجليل الإدريسي يقترح أن نهاجم من البحر
أما وزيرنا فيصر على مهاجمتهم برا. عنده الحق هذا، على البحر خير، هي اوتوماتيك مو على البحر ما يديروش حساباتهم، ونزيد بزياده لزاتهم كاع في يدكم عمو، والبحريه تاعكم كاع لاباس، روح لهم على البحر ونزيد لك دريس بوسيبل كيف الفكره تاعك في الليل، خاش البحر يكون شرقي يكون نايت شويه، اذا كان غربي زيد ساعدنا فور. فهذا الصراع صراع دائم بين السياسه والعلم، واحد يبتكر ويبدع والاخر يتحفظ ويمانع ويراوغ. ما في لا يديك لاجيبك هدرا كيما هذه، يا الحق على النور، اسمح لي خويا ادريس مي راك عاجبني يا والله، غيرك حاجه من المفقود. مولاي هل تأذن لي بالانصراف؟ اسمح لي عمو، يبان لي مفروش السيد هذا، عيان شويه ما ارتحتلوش انا. خويا ادريس راك خالعني راك للو، هي برك الخطه تاعك كانت لها واحد لي ديطاي، ما عندكمش انكارت؟ ما عندكش كارت عمو؟ إن كارت وين قادرين زعما نوريك واحد القبال بخفاف هكذا والله غير تقلب بهم الدنيا يا محينك، تريح في التاريخ المعركة هذه. يا بني، ألا تتوقف عن الكلام؟ أنا كنت بوس بركة. على حسب ما فهمتني هذه هي، أبي بري كيما قلنا تروحوا لهم على البحر. عمو تحب تربح الحرب ما تبانيكيش، كونسونتري وركز، خاطر راهي غير تما. بلي صغيرة تجيب القانيو نبعث له بابر من هنا، ما تبعثهمش قاعة واحد خمسة ولا عشرة بيسك بزاف ينجموا تولي في كاريتا ولا هنايا، تبعث غير واحد خمسة ولا ستة يتيري واحد ربعة ولا خمس مدافع قسمة العدو منا يتبانيكا ويجي، غير نجيبوه منا نطبعوا لهم الغاشي تاعنا منا هاد الجهة أقلي وقلب لا يديك لا يجيبك، ومن بعد نحبط تاعنا البوابر اللي منا يحبطوا كي يخرجوا اليابسة تساعدنا فور علاه، خاطر اليابسة غير يحبطوا كاين قرقابية. من بعد ما ترمي الجيوش تاعك شيخ، الجيش تاعنا يبدا يحبط 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 يحبط، رباطيهم هنا بعدا نحلقوا لهم هنا، نغلقوا لهم في هذه المنطقه هنايا الزيار، نحطوهم في الليطو، ومن بعد هاي ليك وعدي غير تسرك عليهم خطره زيت حليقه ثانيه سبام شغل بونتو ميسا روندا كاو تكنيك ما كاش اللي يهضر معاك كاع. معليش نسقسيك عمو، والحرب هذه مع من؟ هذه الحرب ضد الروم المتربصون بنا، وهم يا بني أشرس أعدائنا. مزيا قلت لي على بالك أنا لا أقرب تبعتكم على رأسكم، مما مع الروم فيها حكاية أخرى، أقلب مع الروم أقلب، خاش هكذاك ماشي في صالحك. ميسا شونجريا العشرة خلوهم عشرة، الخطة ما تبدلش تبقى هي هي، حاجة برك اللي تبدل كي حبطوا الجنود تاعنا اليابسة القرقابية تولي لهم طلعة خاطر تقلبت الدعوة الور اوتوماتيك، ماذا بك تبعت الناس اللي عندهم لي بومو صحاح ما يتكيفوش باش ينجموا يطرحوا. لقد استوعبت مضمون الخريطه جيدا، اذا هنا تقع بلاد فارس وهنا شبه الجزيره العربيه وهنا بغداد بلاد الرافدين، لنا ندافع عن شرفنا، دافع عن بغداد بلد العلم والحضارة. هدي في وقتك عمو، في وقتنا عم يحبطوا فيها اللي بارا واللي مارينس. دعنا من المزاح يا بني فلنذهب. تنجم تقارديها بها بالكارت وديها مملي دروا ما تديكلاريهم ليش ديهم انت بريكولي فيها شيخ عمو. خريطة لرسم خطة الحرب. تعز علي هذه اللحظات الجميلة لأنني مع فجر الغد أنطلق بجيوشي لمجابهة العدو، لا بد أن أذهب للدفاع عن شرفنا وديننا يا بني. وانا لمن تخليني عمي؟ سأتركك في حماية وزيرنا ليرعاك وعرشنا.
سمعا وطاعة يا مولاي. إنني أضعه بين عينيك. إيش يسمو المشكلة قاع ولتم من اللي جيت من حيتنيش من بين عينك؟ كان غير هذا ما كاينش واحد آخر قاعد معاه. يا شاعرنا الكبير، أسمعنا شيئا من شعرك الجميل. فليكن ذلك. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نقتسم. فذا زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. الله الله الله. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. الله الله. با 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 با. لا فض فوك يا شاعرنا الكبير. أنا والله غير تبعت شوية بي بريمي هو فورا سيدة ده. با با با. عمو تحب ندير غنية؟ شو نديرها فال تربح عليها إن شاء الله في الحرب؟ تريد أن تعزف؟ معناتها على تفضل. مدموزال أسأل فينا دقيقة وراسك. أسمعنا. روزات ملقيرة عمو يزاهينا، دير شاشية وبينوار، طوحة لفعل الروم داروا فينا شوم، غنوا معنا يا صغار. روزات ملقيرة عمو يزاهينا، دير شاشية وبينوار، حال فعل الروم داروا فيه الشوم، غنوا معنا يا صغار. روزات ملقيرة عمو يزاهينا. انصرفوا انصرفوا. أبقى يا صياف قولا، يجب أن أطبر مكيدة للخليفة لنقضي عليه في ميدان المعركة حتى يعتقد الناس أنه مات شهيدا. الملعون يريد أن يساوي العربي والأعجمي. لا تقلق يا سيدي، إن أيامه بل ساعاته معدودة، سأقضي عليه قبل نهاية الحرب. وهو كذلك يا صياف. ما هذا؟ يروي الناس على يا خويا على سونيت لي وانا كونتون بلين تقرعيج. هارون راك تسمع فيا، راني خدمتها. راني فاهمك باللي هذا وين سقمتها. الله مي راني سمع فيا هارون، راني خدمتها، راك تسمع فيا دوك. راني نديمك هارون. اسمع غير خاول كيف تعاود فاكسيني يا الدم بدات تسخن. شوف لازم لك تعاود تطيح في المضرب اللي تحت فيه مع الاول هكذا باش تعاود تجيبني نولي وين طحت. غير ما تخف ما مش دوك نعاود نتيلي بورتيك هارون. قم بعدا العقل يا خوتي على يا نحن باش هذا انت هارون منحت لي الفرصة لأقضي عليك. أسجنوه واقطعوا رأسه عند طلوع الفجر. أنا فهمت علاش كملتوها ماشي مليح، بصح والله غير نبيع العم واسنطش. ستقتل، سيقطع رأسك ويوضع تحت الشمس حتى يتعفن بيد أن تنهش الكلاب جسمك. على بالي كيش يموتوا عندكم وعلى بالي بهالديطاي، لكن بإمكاني إنقاذك. هيا أسرع إني أجاسف بحياتي. لا تخافي لا يمرق بنا أحد. أركض أركض. لقد وضعت بعض الأعشاب منومة في عشائهم الليلة، تعلم أن أمي هي من تطبخ الطعام. قل لك
لو كان راكي في وقتنا تبيعي السر وتاع الرقاد ديري حاله. كيف مشابه هذه عليك يا دوسع، هذا الممر على الفم يمر منه. اسمع هذه اللي تسميها مقطوعه انتيا، انا لو كيف في برا المارشي. ها عليك بالصبر، لم يبقى الا القليل. قليل قلبي طاح. صبري صبري بس ها هنا هنا اللي كان قال هذاك الجمل شفيت على المضرب هذا مول الدلاع. ايه شفيت له. صبري ولا مازال شلخ بينا العرف اللي والناس هذاك نورمال مرونديفو تاعنا هنايا يا والناس. هاني كونتاكت معك يا خويا معلوم لازم نروح. شبيك قعد هنا صافا فاول. ها والناس راني في رونديفو يا خويا مازال شلخ بينا العرف وهاد الخطا ديري الحومه لا من لا منا. ايوا واش ندير هادي وعلى كوش صحه نورمال مو هذاك واسيبو على خير تهلاي في روحك ناتك ما تمنى. واسمك واسمك انت يا احمد؟ انا شهرزاد. شهرزاد ما تقوليليش انت تاع الف ليله. يا هذا انا ولا بلا غير انا. انا كي كنت مع النقه هارون 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 الراشد انا ولا غير انا اللي مع النقو. ها انا 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 اللي مع النقه هارون الراشد منا شتني هاني انا مع النقه هارون الراشد شتني هاني يا ولا غير انا عارفك انت شهرزاد. انت عطيتي المفتاح باش هرب ياك من الحبس عداوي. مشي مشي هذا مهبول على روحه هاك مهبول. ليش القطبة وغاقون اسم لاح صدم علينا في الصغر. حكايات كومبليكي تضحك وتبكي يلعبوها ساغيو ويا لفاميكي. ويا أحبك مصطح طيح تموت تكريبي راك ترقلي مصبح والصحراء هو فليان ديفي. النية والقلب حنين راك طوماتيزي وجهك راك قري ميتاليزي ما تخافش هذا بروغرام تيليفيزي ناس ملح سيكي صحو الله.